هذه اللحظات. يا ما سجل الأهلي في هذا التوقيت، وائل جمعة سجل من قبل وفاز باللقب. ولد يا ولد عملها، عملها جده 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 جده، والله ما في حد قده. جده في الوقت المناسب يقابلها حسب الميعاد، كرة عرضية من محمد بركات يقابلها حسب الميعاد، حسب الميعاد يا حبيبي، حسب الميعاد جينا. ويا له من ميعاد، الدقيقة 90 والثانية 30 والمتر رقم 3 وضربة رأس بهدف رقم 2 ليتقدم جده للنادي الأهلي، ليقترب ويصعد بالقدم اليمنى إلى منصة التتويج بالسوبر رقم 11. من هنا كانت البداية وهنا كانت النهاية، نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء. قد تكون للأهلوية هي عدالة السماء، لكن شوف الأستاذ ده بيعمل ايه، بص شوف بركات بيعمل ايه، وشوف جده بيجي في الوقت ايه. بركات بيعمل ايه وجده عمل اللي عليه، والأهلي الله عليه. 2-1 لصالح النادي الأهلي، يحصد انتصار.